عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في بكين اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها جلالته لجمهورية الصين الشعبية. ولدى وصول موكب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كان في استقباله فخامة الرئيس الصيني، وقد جرت لجلالة الملك المعظم مراسم استقبال رسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. ثم عزف السلمين الملكي البحريني والجمهوري الصيني.
ثم تفقد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الصيني حرس الشرف الذي اصطف لتحييتهما. ثم توجه جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الصيني إلى قاعة الاجتماعات، حيث عقدت جلسة المباحثات الرسمية بحضور الجانبين البحريني والصيني. وقد ألقى فخامة الرئيس الصيني كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بحضور حضرة صاحب الجلالة في جمهورية الصين الشعبية ومشاركته دورة الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، مهنئا جلالته على استضافة مملكة البحرين للقمة العربية 33 بعد تسلم رئاسة جامعة الدول العربية. وأكد الرئيس الصيني عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي اكتسبتها زيارة جلالة الملك المعظم لما لها من دور في تنمية العلاقات وتعزيزها. شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، معالي وسعادة، تحية التقدير ومودة الفخامة، ونشكركم على حسن الاستقبال كرم الضيافة، ويسعدنا تلبية دعوتكم الكريمة لزيارة بلدكم العظيم الذي تربطنا به علاقات صداقة نعتز بها، لنعمل من خلالها على تعزيز تعاوننا عبر تفعيل اتفاقياتنا الثنائية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة لدى الجانبين لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. وتأتي زيارتنا هذه في سياق حرصنا على إحاطتكم بأبرز ما نتج عن أعمال القمة العربية التي تتولى مملكة البحرين رئاسة دورتها 33، وثقتنا كبيرة في دعم الصين الصديقة بقراراتها التي تصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها. ونمتاز هذه الفرصة الطيبة لإبداء امتناننا لدور الصين واهتمامها المشكور بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مملكة البحرين التي تبادلكم بدورها ذات الاهتمام لتقوية روابطنا الاقتصادية
التي تعود بتاريخها الى سبعينيات القرن الماضي. ونفتتح بالاشاره مجددا لاول شحنه المنيوم ارسلتها البحرين لبلدكم الصديق منذ ذلك التاريخ. اما اليوم وابتداءً مع زيارتنا هذه، فقد قامت ناقلتنا الوطنيه طيران كريت باطلاق رحلاتها الجويه المباشره مدينة شانغهاي وغوانزو. وكلنا يقين فخامة الرئيس بأننا على الطريق الصحيح لتنمية علاقاتنا الاقتصادية في مجالاتها الواعدة. كما نقدم بهذه المناسبة مساندة الصين لانضمام البحرين إلى منظمة شانغهاي للتعاون. وما يعكس التكاتف القوي بين بلدينا على الساحة الدولية. ونتطلع كذلك إلى انتهاء من المفاوضات الجارية بين مجلس التعاون والصين لإنشاء منطقة تجارة حرة تعزيزا للتبادل التجاري والاستثماري بين المنطقتين. فخامة الرئيس، إننا ملتزمون بترسيخ ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وندعو إلى حل الصراعات والنزاعات ومنح الشعوب أبسط حقوقهم الإنسانية كحق الحياة اللائق والتمتع بالصحة الجيدة والحصول على التعليم الأساسي، وهو ما أكدت عليه قمة البحرين التي عقدت مؤخرا بما طرحته من قرارات ومبادرات نسعى من خلالها إلى تعزيز العمل العربي المشترك وسبل التعاون مع الدول الصديقة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين وتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة. ونسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، ونرحب بدعمكم لهذا المسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار في المنطقة. وقد بحث الجانبان مسار علاقات التعاون الثنائي وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل لما من شأنه خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين. وأشاد جلالته بما تحققه جمهورية الصين الشعبية من تطور مستمر في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والتقدم التكنولوجي والابتكار، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي للاستفادة من الخبرة الصينية المتقدمة في مختلف المجالات. وأكد صاحب الجلالة اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بعلاقاتها التاريخية الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوها بالمكانة الدولية الرفيعة لجمهورية الصين الشعبية كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي وجهودها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومساندتها الدائمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدا في هذا الخصوص بموقف جمهورية الصين الشعبية في مجلس الأمن المؤيد للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ومن جانبه أعرب الرئيس الصيني عن تقديره للنهج الحكيم الذي تتبعه مملكة البحرين في مسيرتها التنموية وعلاقاتها الدولية وجهودها لتكريس قيم التسامح والتعايش الإنساني والتواصل الحضاري، مشيدا باستضافة مملكة البحرين للقمة العربية 33 وما حققته من نجاح كبير لتعزيز التعاون العربي على كافة المستويات. وقد أثنى فخامة الرئيس الصيني على المواقف العربية الثابتة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودورها المشرف في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، وبمواقف جلالته الحكيمة تجاه قضايا المنطقة وجهوده لإحلال السلام والاستقرار الإقليمي. وجرى خلال جلسة المباحثات بحث التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة العربية خصوصا، وفي مقدمتها الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف معاناة سكان القطاع.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل على تحرك دولي فاعل للعملية السلمية في الشرق الأوسط لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية لضمان السلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على أهمية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتسوية الصراعات والنزاعات العالمية عبر الحوار والمفاوضات الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي، بما يكفل السلام والاستقرار لشعوب العالم وتكريس الجهود الدولية لمعالجة التحديات والقضايا الدولية الملحة وفي مقدمتها التنمية المستدامة والبيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وتمويله ومنع الانتشار النووي.